مثل ما تابعنا بالتقرير أهمية التطوع، أنه الشخص يقدم أو أنه يكون متطوع وأنه يقدر يوقف جانب شخص آخر معتاز، هي مهمة جدا مهمة، واستطاع الشباب السوري والجمعيات السورية أن تكون على قدر هي المهمة خلال السنوات يلي مرت على بلدنا. أكيد سلمى، يمكن شفنا بالآونة الأخيرة ظروف الحرب وظروف الأزمة أثرت بشكل إيجابي على الشباب السوري، شفنا كثير من المبادرات التطوعية، شفنا ثقافة التطوع عند الكبير والصغير، عم نشوف فئات مختلفة عم تشارك بعمل التطوع رغم كل انشغال الحياة، يمكن المتطلبات المعيشية اللي بتخلينا اللي بتخلي الوقت كثير، العمل ياخذ كثير من وقتنا، ورغم ذلك كان التطوع حاضر عند كل الشباب السوري. نحكي أكثر عن ثقافة التطوع، الهدف من التطوع وقديش فعلا في مسؤولية، في جانب إنساني وهدف سامي. نحكي هيدا الموضوع مع الدكتور إيهاب الجندي، مدرب التنمية البشرية. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك على شاشة الأخبارية السورية. صباحكم يعني مثل ما بيقولوا صباح سعيد، صباح بهالجو الحلو، صباح ببلد الصمود، بلد سوريا صاحبة البصمة بكل البلدان العربية. أكيد يسعد صباحك دكتور إيهاب عن جديد. يعني اليوم بمناسبة أكيد اليوم العالمي للتطوع، رح نحكي عن ثقافة التطوع وأهمية تعزيز هذا المفهوم ضمن مجتمعاتنا، ويمكن التجربة السورية كانت تجربة مميزة خلال صحيح. سنوات الحرب، إذا بنقدر نحكي عن هالمفهوم بالبداية. تماما. أنا خليني بس بلش، رح أرجع لكلمة التطوع منين إجت. هي كلمة إذا بدنا نشوفها هي مشتقة من طواعية. طواعية إنه ما أنت لحالك، يعني أنت الدافع الذاتي هو اللي خلانا نشتغل بهذا الموضوع. الشيء الثاني خلينا نحكي فيها، هل هذا هو شيء موجود فينا ولا هو ثقافة عم نبنيها ولا شيء مثل ما بيقولوا نحن الظروف اللي ساعدت فينا؟ لا، هي فعليا هي شيء موجود بذره، هي موجودة فينا. والأساس بهذا الموضوع إنه رب العالمين هو اللي أسس هذا الموضوع، فمن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. يعني حتى جاي بالكتب السماوية موضوع التطوع، فمعناته هذا شيء جاي باللبنة الذاتية للإنسان. الشيء اللي كتير مهم كمان لما نحكي فيه قبل ما نحكي بهالقصة، هي إنه مفهوم الاحتياج الإنساني. الإنسان عنده كتير احتياجات، وقمة الاحتياجات مثل ما قال الريبورتاج هو تحقيق الذات. ففكرة الأساسية إنه جزء من موضوع التطوع هو لتحقيق ذات الإنسان. صحيح. فإذا نحن هدول الثلاثة، هدول المفاهيم الثلاثة نحن منشوفهم بأطر ومنركز عليهم، فبيبين معنا إنه هي شغلة موجودة بالجينات مثل ما بيقولوا، موجودة بالجينات البشرية. أنا موجود عندي هاي الثقافة، معناتها بس بنميها يعني من خلال المجتمع، من خلال العائلة، من خلال مبادرات. يمكن الأزمة شوي ساعدت بنمو هيدا الجانب عند كتير من الشباب السوري. شفنا كتير مبادرات شبابية، الجميل إنه كنا نشوف مختلف الأعمار. سلمى، كتير يمكن من المبادرات والجمعيات استضفناهم بصباحنا غير، كنا عم نشوف العيلة، يعني بنشوف ولد عمره 4-5 سنين مع أهله عم يشارك بالتطوع لأنه شايف أهله عم يشاركوا. فهي بالأخير بتكون بذرة وأنت بتنميها من خلال البيئة والمحيط. اليوم قديش فعلا بتشوف ثقافة التطوع بسوريا أخذ جانب كتير كبير، لأنه فعلا العمل الخير خلال الأزمة كان له وقعه. يعني عم نشوف كتير من النشاطات، إن إذا قلنا الثقافية، الفنية، الإنسانية، بجميع الجوانب الحياتية اللي عم نعيشها من خلال مبادرات شباب سوري من مختلف الأعمار. تماما. أنا كمان بدي أكد كلام حضرتك على شغلة كتير أساسية، إنه هي فعليا المبادرات موجودة كتير كبيرة حتى على مستوى كتير الضيق. يعني أنا مثلا كنا بالجامعة هذيك المرة، لقينا في طلاب هدفهم الأساسي أو كان برنامج تبعهم إنه في يعني طلاب هن مكفوفين، فهن تطوعوا إنه هن بيساعدون بشغلتين، إنه أول شيء بيساعدون لحتى يجيبون على الجامعة، وبيساعدون حتى بموضوع الدراسة. فالفكرة اللي أنا بدي أوصلها للناس كلها، أو ما رح أوصلها، بدي ضوي عليها، إنه التطوع هي ليست بحاجة لأسماء رنانة ومبادرات كتير كبيرة لحتى نقول إنه إحنا عم نعملنا مبادرة تطوعية. لا، هي فعليا ممكن تبلش بالفرد، ممكن تبلش باثنين بثلاثة، هي القصص كتير. إحنا أصلا هي موجودة بأفعالنا البسيطة. صحيح. بس إحنا ما بنكون واعيين إلى لما من برمضان بتشوف مثلا الجار عم يسكب لجاره. تماما. يعني كتير من الأنشطة والفعاليات بنقوم فيها بالبيت، بس هي ضمن إطار التطوع الذاتي يمكن، أو المجتمعي العائلي اللي بتعيشه كل يوم.
وهذا الشيء بيدل كلام حضرتك انه نحن هذا الشيء مفهومنا جاي يعني مثل ما بيقولوا ما عم نشوفه نحن تطوع. يعني هو صار مثل ما بيقولوا جزء من شخصيتنا، جزء من كياننا، جزء من الشيء الاساسي اللي بنعمله كل يوم، انه نحن عم نعمل شغلات بس ما احنا حاطينه باطار انه هو تطوع. نحن عاملينه انه هذا الشيء انا بعمله، انه انا تربيت على هذا الشيء، انا هذا الشيء انا بعمله لاني انا بحب هذا الشيء. مثل ما قلتي حضرتك نحن المجتمع السوري هو مجتمع حقيقه فيه مثل ما بيقولوا بذره الخير كثير كبيره. صحيح. بس كانوا يقولوا انه والله جارنا ما فتح محله يومين ثلاثه، الناس ترقد كلها حتى تشوف شو ناقصه وشو كذا. فهي القصص كلها نحن الفكره الاساسيه مفهوم ممكن او اطر التطور تطوع ما كانت واضحة هلأ من فترة قريبة أو مثلا ضمن الأزمة السورية بلشت تصير لها أطر واضحة جدا. وبلشت مثل ما بيقولوا تطلق وتأخذ مناحي جديدة بالنسبة لنا. بس هي فعليا مثل ما قلتي هي بذرة، بس نحن مثل ما بيقولوا هالمبادرات هي عطت المفتاح لهدول البذرة وطلعت الأفكار الحلوة وقدرنا نحن نجمع لحتى يصير عندي أنا بصمة حقيقة بموضوع التطوع. نعم. يعني دكتور إيهاب حكينا هيك أمثلة شوي من واقعنا اللي هو الواقع السوري وقديه كان قدر خلال هي الفترة أنه هو يدخل بمجال التطوع من خلال الجمعيات والمبادرات، ولكن إذا حكينا عن المفهوم بحد ذاته اللي هو مفهوم التطوع، كيف نقدر نعزز هذا المفهوم بداية من الأسرة إلى انطلاقا إلى المدرسة؟ كيف ممكن الأدوات اللي ممكن نستخدمها بهذا المجال؟ أنا كثير بتشكرك على هذا السؤال، وهذا السؤال حقيقة يمكن هو من أهم الأسئلة اللي ممكن إحنا اليوم نطرحها. مفهوم التطوع حقيقة بده إنماء كتير كبير. والبداية حقيقة أنا بتشكركم من الإعلام السوري، إنه نحن بس الإعلام السوري هو هدفه يعني دائما إلقاء الضوء على شغلات بتهم المجتمع وبتهم هالبلد وبتهم تعزيز مثل ما بيقولوا شيء مهم بهذا البلد. ثقافة التطوع كتير شيء مهم وبيعتمدوا عليه حتى بالبلاد الغربية حتى يعملوا كتير مبادرات. حتى أنا تفاجأت مرة أحد الطلاب كان بياخد مني ورقة مشان يسجل بأحد الماجستيرات برا، كانوا طالبين منه من أحد الأوراق أنه يكون متطوع لمدة سنة في شيء معين. يعني يشوفوا لوين كانوا طالبينه. فالفكرة الأساسية موضوع أنه تعزيز هذا الشيء كتير أساسي. خلينا نحكي بكل الأفراد. أول شيء رح تبلش لبنى الأساسية بالبيت. الأب والأم حقيقة هي عندهم كثير ثقافة، ممكن تبلش هي مثل ما بيقولوا بموضوع إنه المناقشة العائلية، ممكن تبلش إنه خلوا أولادهم مثلا أيام مثل ما حضرت حكيتي سكبنا لجارنا أو عطينا أو يلا خدينا لجارتنا هالقصة هكذا لحاله، بتصيروا الأولاد بتتنافس مين بده يروح انه هذا النفس كان حلوة. موجود حتى بالحارات بتلاقي الفقير تماماً. مثلا تماماً. بتلاقي بيكونوا معنيين فيه ومعنيين بولاده مو بس بالاكل باللباس. التفاصيل الفكره الاساسيه اللي انطلقت منها المبادرات خلال هي الفتره. يعني نحن لما كنا نجيب الشباب والصبايا كانوا يقولوا انه هن عم يرجعوا للعادات القديمه من خلال من خلال هي المبادرات، ان كانت لمت الخير او لمت الامل او كثير من الاسماء اللي اخذوها خلال هي الفترة. الشغلة الثانية هلا بنطلع من نطاق البيت مثل ما بيقولوا نطاق المدرسة أو الجامعة. حقيقة لازم هذا يكون الثقافة. هون أنا باسمي بحكي مع كلمة لوزارة التعليم العالي ووزارة التربية والتعليم. يجب أن تكون من مناهجنا موضوع الثقافة التطوعية. هي موجودة بمناهجنا بطريقة معينة طرح بس منا مادة مخصصة. صحيح. يعني نحن بنشوف كنا من خلال مثلا درس القراءة في مثلا في التعاون الشغلات. المساعدة. صحيح. مبادرات تطوعية بسيطة كنا نشوف مثلا من خلال كتابة الموضوع التعبير كنا نشوف، بس ما في يمكن رؤية واضحة أكثر لهذا الموضوع ضمن مناهجنا التربوية. هلا هذيك مرة كنت أنا بأحد المناقشات مع أحد الأشخاص اللي هو له علاقة بالمناهج. فكر مثلا ريادة الأعمال صار كتاب وصار في أجزاء مخصصة لشيء اسمه ريادة أعمال. فصار المفهوم الإطار للمفهوم صار واضح جدا. مثل ما تفضلتي حضرتك نحن في قصص في شيء معين بيدخل باللاوعي تبع الشخص أنه هذا الشيء خير وهذا الشيء حلو، بس نحن بحاجة أنه نحط شيء واضح تماما. الشغلة الثانية بدنا حواضن. وهذا الشيء بصراحة بآخر كم سنة لقيناها كتير مهمة. عفوا. صار في عندي أنه أنا وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل دخلت بحاضنة قوية جدا وصراحة كانت داعمة كتير بهالموضوع، ولكن أنا شايف في كتير الوزارات المعنية لسه دورها خجول حقيقة. فلازم نحن كمان الوزارات المعنية تعطي الدعم الكامل لهذا الموضوع. الشيء اللي كتير مهم واللي أنا أحفز بما أنه هلأ نحن صرنا بموضوع متقدم جدا بموضوع التطوع، أنه نقول أنه لازم هدول المبادرات الشبابية
يكون في عندهم اجتماعات دورية بين بعضهم. يعني في كتير أياما مثل ما بيقولوا في تداخل بالعمل أو تكرار للأفكار التطوعية الموجودة. خلينا يكون إحنا مثل ما بيقولوا سياسة تطوعية، يعني خلينا يكون عنا سياسة وطنية للتطوع مثل ما بيقولوا، إنه نجمع هدول المبادرات الشبابية كلها ونعزز أطر التعاون ونعمل شراكات استراتيجية بيناتهم، شراكات حقيقية. كل مبادرة عم تشتغل بطريقة رائعة جدا، بس ليش نحن ما نعمل شراكة استراتيجية؟ هلا في بالآونة الأخيرة كان مبادرات جماعية لمجموعة من المبادرات أو مجموعة تماما من الجمعيات كنا عم نشهدها وعم نتابعها عبر برنامجنا نوعا ما. فينا نقول بدنا بس نكبر هذا موضوع التعاون بشكل أفضل كتير. الشغلة الكتير مهمة وكتير أساسية كمان، وهي بتنصب بالمجتمع، إنه خلينا نعمل مبادرات على مستوى أكبر كتير. يعني مثلا ممكن نعمل يوم كامل مثلا بمدينة دمشق يكون من A to Z، الكل يشارك فيها من الكبير للصغير، يعمل مثل ما بيقولوا يكونوا مثال لعملية التطوع الحقيقي. هذا الشيء ممكن احنا كمان نستفيد منه بشكل كتير كبير لحتى نطور ثقافة التطوع بالنسبة لنا سوريا. أكيد، يعني دور الجهات المعنية بهذا الموضوع كتير مهم، ولكن دور الشخص خلينا نحكي عنه. هلا حقيقة إذا نحن مثل ما بيقولوا عنا خطة وما عنا الناس اللي تنفذ هذه الخطة فما استفدنا شيء. فالنقطة الأساسية اللي كتير مهمة بالنسبة إلي إنه أنا يجب علينا نحن كأشخاص إنه نجمع هدول الأشخاص ونعطي فكرة عن موضوع التطوع ونقول له أنك أنت تستطيع. يعني في ناس بتقول أنه أنا ما لي دور، يعني إحنا ثقافة أنه التطوع موجودة، ولكن في ناس بتقول أنه أياما أنا ممكن ما يكون لي دور بهذا الموضوع. طب أنا كيف بدي أزرع فيه هذا الشيء؟ إذا زرعت فيه هذا الشيء ببلش واحد مثل ما بيقولوا يعمل العدوى الإيجابية للآخر ويخليه هو يساعده ويشترك معه. كمان النقطة الأساسية هي خلينا نعمل مثل ما بيقولوا، أنا هلا بس بشوف الريبورتاج 5/12 يوم التطوع آخر السنة مثل ما بيقولوا، نحن مثل ما بيقولوا بيعملوا تقييم للموظفين آخر السنة، هي حصاد تماما. فنحن الفكرة الأساسية خلينا نعمل يوم نشوف الحصاد الكامل، نعمل تقييم لهذا الموضوع، يكون في مختصين تعطينا هالأفكار هاي. هذا الشيء كلياته بيخلي الشباب يشوفوا نحن اللغة البصرية، ومثل برجع بتشكر أنا الإخبارية السورية إنه عم تلقي ضوء على شغلة كتير مهمة. فنحن بس عم ناخد اللغة البصرية، عم نجذب الناس، عم نحرك اللاوعي عندهم، عم يقدروا يشتغلوا على هذا الموضوع. فهذا الفرد اللي بيكون أياما خامل أو ما عنده مفتاحه ويبلش يساعدنا بموضوع التطوع. ويمكن جميل مثل ما حكينا ببداية فقرتنا اليوم سلمى أنه الشباب السوري أثبت خلال سنوات الحرب أنه شباب مبادر عنده نفس التطوع، ونفسه كتير طويل، يعني ما بيوقف سنوات من المبادرات والأعمال الخيرية على الصعيد المجتمعي. يمكن هي نواة أساسية لبناء أي مجتمع اليوم في ظل ظروف صعبة عم نعيشها. فتحية أكيد لكل الشباب السوري اللي عم يتابعنا اليوم، وأكيد احنا فخورين بجميع المبادرات اللي عم يقوموا فيها. بدي اتشكرك الدكتور إيهاب الجندي مدرب التنمية البشرية على وجودك معنا. وثقافة التطوع مثل ما قلت هي بتبدأ بتكون بذرة موجودة بالشخص، لكن بتبدأ من خلال البيئة والمحيط والمجتمع وبتنمى مع الشخص. شكرا كثير لك. شكرا لكم، يعطيكم ألف عافية. شكرا لك، بدنا نشكرك على وجودك معنا.